القرآن فرق بين الأربعة بنفس الطريقة. القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحزن في القرآن دايماً يجي على الماضي، والغم في القرآن دايماً يجي على الحاضر، والكرب في القرآن لازم يجي مركب، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نمسك واحدة واحدة. الهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. يبقوا الاثنين مش حاجة واحدة، وإلا ما كانش شواه. الهم مستقبل. طيب تعالوا نمسك الحزن. الحزن في القرآن: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن، من الحزن فهو كظيم. أبو سيدنا يعقوب، أبو يوسف، يوسف فقد في الماضي، هو بيبكي، هو حزين على ذكرى أليمة حصلت في الماضي، الحزن في الماضي. يوسف راح من زمان وابيضت عيناه من الحزن، فهمي عليه؟ الحزن ماضي. طب والغم؟ سيدنا يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم. هو دلوقتي جوه بطن الحوت، المصيبة الآن. طب والكرب؟ الكرب مركب من عدة حاجات، عشان كده ما يجيش في القرآن إلا معاه كلمة تانية: الكرب العظيم، لأنه مركب. هو في كرب أكتر من اللي حصل لسيدنا موسى وأخوه سيدنا هارون وبني إسرائيل، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. هو في كرب أكتر من اللي اجتمع على سيدنا نوح، مش مصيبة، مراته ضده وابنه ضده والناس كلها مكذباه، ونجيناه وبقيت أهله يعني، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب، الكرب في القرآن ما يجيش لوحده. الهم مستقبل، الحزن ماضي، الغم الآن، الكرب مركب من عدة حاجات. ليه بتقول لنا الحاجة دي؟ تفرق معنا إيه؟ أول حل للمشكلة إنك تبقى عندك وعي بالمشكلة. الوعي بالمشكلة يا مجد هو بداية الحل. أنت زعلان ليه؟ أحياناً كتيرة أقولك يا علي أنت متضايق من إيه؟ أقولك يا هبة أنت متضايقة من إيه؟ عبد الغني أنت إيه اللي مضايقك؟ مش عارف، أنا متضايق وخلاص. علشان أنت مش عارف هو إيه اللي وجعك بالظبط. أنا خايف على بكرة. آه ده اسمه هم. أنت مهموم على بكرة، تعالى بقى نبدأ نحلها. لا أصل أنا مش عارف أنا زعلان ليه. طب ممكن تفكر شوية أنت زعلان ليه؟ أصل أنا افتكرت حاجة، ذكرى أليمة. آه ده يبقى اسمه حزن. لا أصل أنت ما تعرفش أنا واقع في إيه دلوقتي. آه ده يبقى اسمه غم. أول بداية الحل أنك تبقى عارف فين المشكلة. شفتوا الصورة؟ أول مرة أعرف إن في فرق ما بين الأربعة، وكل واحدة بتأدي لإيه، وإن القرآن بيثبت هذا الكلام، وإن اللغة معناها هذه الكلمات. طيب هنعمل إيه في الحلقة دي؟ تيجوا نمسك واحدة واحدة، مش من الأربعة. الأربعة بيصيبونا بثلاث أشكال، نمسك شكل شكل. يعني في ثلاث أشكال تصبنا به الغم أو الهم أو الحزن أو الغم أو الكرب. تيجي نمسك شكل شكل ونبدأ نقول هو بيحصل إزاي ونحله إزاي والنتيجة إيه. أول شكل من الأشكال إنك ما تعرفش تخرج بسرعة، تسترسل لغاية ما تبقى جوه بالونة وهمية، أنت كبرت الدنيا وبقيت عايش جواها، سلاسل الوهم. على فكرة أحياناً كتير الهم بيكون سببه وهم. شوف الكلمتين قريبين من بعض، هم ووهم. إيه سلاسل زي إيه؟ هو قاعد على مكتبه في الشغل عليه، في أصل للمشكلة إن بدأت الشركة تمشي بعض الناس. أنا هترفد، أنا هترفد هروح في الشارع، ولادي، أنا ولادي مش هيلاقوا ياكلوا، أنا هطلع ولادي من المدارس اللي فيهم ودخلهم مدارس أقل منها، أنا حنهار، أكيد مراتي هتتطلق، أنا انتهيت. وهو لسه قاعد على مكتبه. يعني هو قاعد على المكتب. مش بيحصل كده بأشكال مختلفة؟ هي صاحبتها اتطلقت، جوزها ضحك عليها وفجأة طلقها وجوز واحد تاني، كويس؟ إنما هي متجوزة. بص السلسلة، هو هيعمل فيها، أنا حاسة إن هو بدأ يتغير. سلاسل، طب هيطلقني؟ والله ما هسكت له، ده انا حراقبه ليل ونهار. فتبدأ تنكد عليه، تطلق في الاخر. بس هو الموضوع، هو الراجل ما عملكيش حاجه لسه. الكورونا ماليه الدنيا. لا 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 لا، انا حاعي، انا هموت، انا تعبان، انا مش قادر، انا لا، انا حاسس ان كل ده الشيطان يعدكم الفقر ويأمر. والله يعدكم مغفره منه وفضلا. الحلول، ده الشكل الأولاني. الشكل الأولاني له أصل صغير، بس حصل تكبير وتضخيم وإيه واسترسال. يا جماعة اللي بتسمعونا، هو ده اللي بيحصل مع الناس، هو ده اللي بيحصل. يا جماعة شوفوا الحلول، عندك حلين: حل من علم النفس الإيجابي، وحل من روحانيات ومن برنامجنا ومن مشروعنا بتاع الإحسان. الحل الأولاني: اقطع سلسلة الاسترسال. ستوب، لا تسترسل، ما تخليش مخك عمال يمشي، اخرج، ما تقعدش جوه الدايرة، اطلع براها.
يقول لك اعمل ده علم النفس الإيجابي، يقول لك اعمل غرفة في راسك وطلعها دعه يخرج. بس الحقيقة حتى النقطة دي رغم انها من علم النفس الإيجابي بس في إسلامنا أحلى، دعاء النبي كل يوم في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ليه يا رسول الله بتقول لنا الدعاء ده؟ هو في حد ما بيجيلوش هم وحزن؟ كلنا، ما تقعدش جواه. الدعاء ده بيقولك أخرج. شوفوا الآية القرآنية بعد ما المسلمين حصلت هزيمة أحد والصحابة مات 70 صحابي، حزنانين ولا لأ؟ طبعا. يقوم ينزل القرآن يقول إيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا. تحزنوا على حاجة حصلت خلاص، أحد. يا رسول الله يا رب ما هم خلاص هم زعلوا، ما تكملوش في الحزن، يلا خلاص اطلعوا، لا تسترسل. هو مين اللي سايق مين؟ أنت اللي سايق نفسك ولا الشيطان اللي سايقك؟ ليه بتسترسل؟ ده الحل الأولاني صحيح من علم النفس بس في القرآن قوي كتير. الحل التاني من عندنا تماما، منزلة التسليم. ما احنا النهاردة في منزلة التسليم. يا سلام على التسليم، والله أقوى حل للمعاناة والهموم. سلم لله، مش هيحصل اللي سترك في الماضي يسترك في اللي جاي. سلم لله، أنا معاك يا رب، حطني مطرح ما أنت عايز، قدرك كله حلو. سلم لله يعني أوقف المعاناة. يا سلام منزلة التسليم، أما جميلة بشكل، مطرح ما تحطني حطني، أنا معاك، أنا مش خايف على بكرة لأن أنت ربي، أنا مسلم لك يا رب. أنا أكثر هدوءاً وطمأنيناً بمنزلة التسليم. منزلة التسليم معناها إيه؟ موافقة مرادك لمراد الله عز وجل. مرادك لي خير من مرادي لنفسي. دبر لي فإني لا أحسن التدبير، تدبيرك لي خير من تدبيري لنفسي. أنا معاك مسلم يا رب. تسلم ويضيعك، أنت بتهزر.